حسب رايك حسن بن عثمان، علاش حسن بن عثمان مطلوب في الاذاعات والتلفزيون؟ خاطر نعمل شويه كركوزيات. تعملوا شو؟ ايه نعمل يعني ما نخدم في الاعلام، نعرف الاعلام بالقد 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 معون الصنعة. معون الصنعة ومعون ويعني واللي يصنع في المعون، نعرف المعون واللي المعامل اللي تصنع في المواعين هذه، ايه بحيث يعني ما عنديش مشكله. والثيرات يعني مكره اخاك في اغلب الاحيان مكره اخاك لا بطل، فهمتني؟ يا اخي ماذا نفعل؟ مولي انا عمري واش 63 عام، وباني خارج نزلت البرك، خارج في الانتريت، ناخذ في شهريه نتاع انتريت، والمؤسسه اللي نخدم فيها اسمها سنيب لا بريس، من اكبر المؤسسات الاعلاميه المكتوبه في البلاد هذه، فلسعه في الثوره هذه فلسعه. هاو نحكي لك كيفاش فلسعه مثلا. هذه مؤسسه ثريه عندها مقرها في قلب شارع بورقيبه، في قلب تونس العاصمة، وعندها مطبعها وعندها أمورها ولبس عليها. ايش عملوها؟ جماعة الثورة 2011 خرجها من مقرها اللي هو في شارع خالدي علي بشحامب. علي بشحامب ولا بحدا الانترناسيونال. خرجها من مقرها وكلها مقر آخر يجيب 500 مليون في العام، مش في العام، في الشهر فلسه. ولدرجه نحن الذين اشتغلنا في هذه واعطينا حياتنا، انا اكثر من ربع قرن اشتغلت فيها الجريده هذه في المؤسسه هذه، نطلع في الاخر في عمري هذا ما نلقاش حق الدواء. انا عندي سكر كما تفضلت لي سيادتك، وعندي ضغط دم وامراض مزمنه ونستهلك في هذه الادويه وكذا كذا، ولكن يعني المؤسسه نتاعنا فلست، والضمان الاجتماعي والضمان الصحي فلس. اذا انا مضطر اني اشتغل، مضطر انك تكون موجود في الاعلام، مضطر نخدم في الاعلام باي ظروف مهما كانت الظروف. ما نجمش نخرج انا توا الان يعني، وانا مسؤول على العائله، يجي 5 من الناس ولا 6 يا اخي، ما شو راح نعمل؟ والدينار يعني شاريتي اللي كنت يعني طاحت الثلث، طاحت الثلث الدينار، طاحت بدينار بيطيح كي طاح قدر الدينار التونسي، طاحت الشاريه. وانت تعرفي تكاليف الحياه يعني، احنا مش نخدموا يعني. حصل حسن انك خدمت وانت مش راضي على الحاجه اللي تخدم فيها، لكن مفروض عليك باش تدخل الفلوس باش تعيش وتعيش عائلتك. انا شو راضي؟ انا هذا الرضا المطلق والمطابق لشهواتي مش موجود، ارضى بالقليل بالموجود بالحد الادنى، واحاول ان يكون الحد الادنى ذاك يعني مرضي في الاخر، في الاخر يعني نعمله وانا يعني راضي، اجد شكل من اشكال العلاقه السليمه معه، السليمه معه، نخدمه باخلاص. وحين الواحد يخدم باخلاص تصبح حتى فلساته حلا يعني، حتى الواحد خاطر كي عيط لي السيده اللي حبي عيط لي البرنامج نتاعه واللي تلفزت واللي لاي جهه واللي نكتب مقالات، انا حياه عمري عديتها نكتب في المقالات طويله ودراسات طويله وكتب طويله يا اخي. اما انا كي عيط لي بشر انا ونخدم معاه، يسعدني ان يكون راضيا عن ادائي وعن مردودي وعن النتيجه النهائيه. اخي وعيط لي الواه تيما يعني جد هو يخدم على روحه، وكل واحد مورد في دينته كما درك. ونتبناو لك ان شاء الله في جوديتو يكون امين قاري راضي عن مردودك. امين وجماعه يا دي الساعه، نحن وامين والقناه وسامي وجماعه الكل، سامي الفيه كلنا في خدمه الساده المشاهدين.